يمكن بدايتها بقى خلينا نقول كده مسك، مش نهايتها مسك. أيوة. بدايتها مسك، والاهلي اللي دايما بنكون فخورين بيه، ومش بس احنا كاهلاويه، لا المصريين وفي افريقيا كمان الاهلي ليه مكانه كبيره دايما زي ما احنا عارفين. حضراتكم اكيد تابعتوا اليومين اللي فاتوا استقبال الاهلي الكبير جدا اللي كان في المطار للمشاركه في كاس العالم للانديه عشان يلعب هنا، بنقول مع الكبار. هو ده الاهلي اللي احنا اكيد بنعرفه، وشفنا الاستقبال كمان العظيم اللي حضراتكم دلوقتي بتشوفوه اكيد للمره الثانيه او الثالثه او العشره حتى على شاشه قناه الاهلي، والجماهير العظيمه الكبيره اللي كانت يعني منضمه وموجوده وموزعه نفسها في المطار يعني بشكل كبير علشان يستقبلوا الفريق ويستقبلوا كابتن بيبو ويقولوا قد ايه احنا في ظهر الاهلي. دايما كده جماهيرنا في كل مكان، ودي الحاجه الحلوه يا كريم ان جماهير الاهلي مش بس في مصر، طبعا. مش بس في دول عربيه، مش بس في افريقيا، هم في كل مكان في العالم، واعداد ما هياش كمان صغيره. وحضراتكم شايفين كمان يعني في رقي في المشهد وفي تحضر كمان، يعني بيشجعوا جم المطار ولكن بشكل كمان راقي جدا موجودين.